يجب أن تزول إسرائيل من الوجود. يعني لا يمكن أن يكون هناك علاج لا لقضية فلسطين بل لقضية فلسطين ولبنان ومصر وسوريا والأردن والمنطقة بكاملها والاستقرار على مستوى العالم. إسرائيل بأصل وجودها عامل لا استقرار. إسرائيل بأصل وجودها تهدد السلام العالمي. يعني عندما تنبري دولة لتقول أنا أريد أن أبني دولة كبرى في المنطقة من النيل إلى الفرات، تصور دولة تريد أن تأخذ لبنان وسوريا والأردن ومصر والعراق، تصور دولة تريد أن تتمدد بكل هذه الاتجاهات، كيف ستكون؟ ستصبح على حدود الجمهورية الإسلامية في إيران. ما شكل النظام الذي يريده حزب الله في لبنان؟ نحن نعتقد بأن علينا أن نزيح الحالة الاستعمارية والاستوائلية، وحينئذ يمكن أن ينفذ مشروع، ومشروعنا الذي لا خيارنا لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين، هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. عن علاقة حزب الله بالجمهورية الإسلامية بقيادة الثورة الإسلامية في إيران. هذه العلاقة أيها الإخوة بالنسبة لنا، أنا واحد من هؤلاء الناس الذين يعملون في مسيرة حزب الله وفي أجهزته العاملة، لا أبقى لحظة واحدة في أجهزته لو لم يكن لدي يقين وقطع في أن هذه الأجهزة تتصل عبر مراتب إلى الولي الفقيه القائد المبرئ للذمة الملزم قراره. بالنسبة لنا هذا أمر مقطوع ومطمئن به. التصريحات الدبلوماسية والسياسية ليست هي الأساس في هذا المجال. يعني ليس طبيعيا أن يقف آية الله كروبو ويقول نعم حزب الله إن جماعتنا بلبنان. سياسيا هذا مش صحيح، إعلاميا مش صحيح. على مستوى العلاقة العضوية والجوهرية مع قيادة الثورة الإسلامية في إيران وولاية الفقيه، هذه المسألة بالنسبة لنا أمر مقطوع به، وهذه المسيرة إنما ننتمي إليها ونضحي فيها ونعرض أنفسنا للخطر لأننا واثقون ومطمئنون بأن هذا الدم يجري في مجرى ولاية الفقيه. هل الولي الفقيه هو الذي يعين الحكام أو يعطيهم الشرعية في جميع البلاد الإسلامية؟ نعم، لأن ولايته ليست محدودة بحدود جغرافية، ولايته ممتدة بامتداد المسلمين.